الموضوع بتاع تغيرات المناخ ده ما بقاش هزار. الكلام حوالين إن الشتاء بتتخانق مع الصيف ومين مش عايز يمشي ومين مش عايز يدخل، ده تغيرات في حرارة الكرة الأرضية حبايبي، ودي قصة مفتعلة على فكرة وبدأت تزيد جدا جدا جدا. وإحنا في مصر وفي أفريقيا وفي كل الدول الحقيقة ما كانش لنا علاقة بالقصة دي. يعني تحويل الكرة الأرضية إلى حلة بخار عمالة درجة الحرارة تزيد فيها، ده بسبب الدول الصناعية أوروبا وأمريكا واليابان والثورة الصناعية اللي حصلت. ولو شفنا إنه من حوالي 150 سنة لما حصلت الثورة الصناعية كانت الأرض هادية وبنت ناس، وحصل بقى زيادة استخدام البخار وزيادة استخدام الفحم وبعدين البترول، فبقى عندنا انبعاثات حرارية طول الوقت. خلينا نشوف الفرق اللي حصل ما بين السنين والسرعة الشديدة في ارتفاع درجة حرارة الأرض شكله عامل إزاي. خلينا نشوف الانفوجراف ده ونرجع نتكلم تاني. أزمة ارتفاع درجات الحرارة. ما قبل العصر الصناعي قبل 150 سنة كانت تركيزات غازات الاحتباس الحراري لا تزيد على 280 جزءا في المليون. سنة 2000 وصلت إلى 368 جزءا في المليون. سنة 2019 زادت عن 400 جزء في المليون. خلال 150 سنة زادت 80 جزءا في المليون تقريبا. خلال 20 سنة أصبحت الضعف تقريبا. الاستمرار في معدلات الزيادة خلال 10 أو 20 سنة من المتوقع أن تصل إلى حوالي 500 جزء في المليون. زيادة درجة حرارة كوكب الأرض كله من درجة ونصف لدرجتين، لو تجاوز درجتين ستكون هناك خطورة شديدة جدا على كل العالم، لأنه سيتغير نظام الأرض تماما من تغيرات خطيرة في المناخ. لذلك يجتهد العالم على ألا يزيد عن 450 إلى 500 جزء في المليون. ليه؟ من سنة 2000 للنهاردة زادت الضعف عن اللي حصل في 150 سنة، ومن هنا بدأ يبقى فيه مؤشرات شديدة الخطورة. ليه؟ لأنه الموضوع ببساطة يا جماعة، النهاردة وإحنا بنشوف سيول عمرنا ما شفناها قبل كده، كانت في السعودية وفي جدة تحديداً، مش عارفة إيه بيحصل في المغرب، إحنا هنا في مصر حرارة مش عارفة عاملة إزاي وبرودة عاملة إزاي، ونبقى مستغربين. لا، مستغربين من إيه؟ لما نشوف أصل الموضوع، هو ارتفاع درجة حرارة الأرض نص درجة أو درجة بيعمل إيه؟ بيخلي المحيطات الجليدية اللي كانت إحنا بندرسها في الجغرافيا في الشمال وفي الجنوب بتبدأ تدوب وترفع مستوى المية في المحيطات والبحار والأنهار. دخلنا في الأنهار، بقت عندنا في نهر النيل على فكرة، عشان كده عندنا موجودة مشاكل مش بس في مصر، موجودة في المنطقة العربية، وإحنا كنا قاعدين كده لابينا ولا علينا. وبالتالي النهاردة بقى الكلام حوالين التغيرات المناخية ده بيعاد النظر فيه، مش كلام مؤتمرات زي ما عملنا في شرم الشيخ، لأ، لازم يبقى كلام بجد نشوف إيه علاقته بحياتنا إحنا الشخصية، وإحنا كبشر على المستوى الفردي المفروض نعمل إيه؟ لأنه مش هنقعد نتفرج كده والدنيا عمالة تتدربك حوالينا. القادة بتوع العالم كانوا في مؤتمر المناخ في شرم الشيخ بيتكلموا على إنه الدول الصناعية اللي تسببت في المشكلة دي هي المسؤولة بالدرجة الأولى إنها تدفع ثمن إصلاحات المشكلة. لكن كمان كنا في شرم الشيخ بنتكلم حوالين مين بيدفع الثمن الأكبر على وجه الكرة الأرضية، فاكتشفنا إن دراسات كثيرة جدا قالت لنا إنه البنات والستات بتدفع أثمان مضاعفة. تخيلوا، حتى في البلاوي إحنا مدعيين. نيجي بقى يدعونا في الفرح، هنشوف. تعالوا نشوف الإنفوجراف ده لأنه بيقول لنا إزاي البنات والستات ممكن يتأثروا بدرجة أكبر في موضوع التغيرات المناخية دي. تعالوا نشوف ونتكلم تاني. أكد بيان مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيلي أن خلال الظواهر المناخية القصوى من المرجح أن تموت النساء أكثر من الرجال بسبب اختلافات على مستوى الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، فالنساء أكثر فقراً وتعليماً وبالتالي الوصول إلى المعلومات. تتعرض النساء الحوامل والمرضعات لانعدام الأمن الغذائي الناتج عن تغير المناخ
نظراً لارتفاع أسعار الغذاء. تتسبب مياه الشرب الأكثر ملوحة بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر في ولادات مبكرة ووفيات أمهات وأطفال حديثي الولادة. يؤدي الضغط الاقتصادي الناجم عن الكوارث وتغير المناخ إلى حالات زواج أطفال وزواج مبكر وزواج بالإكراه كاستراتيجية الأسر للتكيف، كما أن المخاطر العارمة التي تهدد الأرض والمياه تهدد العاملين في الزراعة وأغلبهم من النساء. التشرد القسري للأسر لأن المناطق تصبح غير صالحة للسكن بسبب الجفاف والتصحر والفيضانات. مش بس المفوضية السامية لحقوق الإنسان اللي قالت الكلام ده، ده الدكتور محمود محي الدين اللي هو نائب رئيس البنك الدولي ورئيس مؤتمر المناخ في شرم الشيخ في كلمته قال انتوا عايزين نقول لكم ايه؟ الفئات الأكثر تضرراً المرأة طبعاً هي الأكثر فقراً، الأكثر أمية، هي اللي بتدفع الثمن. شوفوا في الفيضانات، في التشرد، في قلة الموارد، في أزمات المالية، الستات بتدفع الثمن، يمكن علشان أدوارها الاجتماعية كواحدة مسؤولة عن الأسرة ومسؤولة عن العيلة. فمهم جداً إننا ناخد بالنا إنها قضية بجد، وإلا زي ما قالت ميشيل باشليه في الأمم المتحدة إن الستات ممكن يبقى نسب الوفيات فيهم أعلى، وبدل ما الرجالة يقعدوا يقولوا الستات قرفنا فاشتنا مش هيلاقوا حد يشاكسهم. على فكرة أنتوا الخسرانين. خلينا نشوف أثار أكتر للتحولات بتاعتنا، وهنا إحنا مش بنخوف بعض، إحنا بس بنرسم المستقبل بطريقة تخلينا نتعامل معاه أفضل، بنعمل جرس يخلينا ناخد بالنا من تصرفاتنا. خلينا نشوف آخر معلومة ونتكلم تاني. النساء الأكثر دقة في الإدارة المجتمعية للموارد الطبيعية، لا سيما رسم الخرائط المائية وزيادة مشاركة المرأة في القرارات المجتمعية. النساء الأكثر مساهمة في إدارة الموارد الأسرية، وبالتالي يمكن استثمارها بشكل أفضل. استبعاد نصف المجتمع من المساهمة الفعالة في صياغة السياسات بما في ذلك تلك التي تعالج الأضرار المناخية، بمعنى أن هذه السياسات قد تكون أقل استجابة للضرر المحدد الذي يحدث وأقل فاعلية في حماية المجتمعات، ولربما أكثر تعميقاً للضرر الذي يحدث. وبما أن الستات والبنات هم الأكثر تضرراً فلازم نبقى موجودين في صناعة القرار. قالوا لنا في كل التقارير اللي اتكلمت على أثر التغيرات المناخية إنه بطبيعة الأدوار اللي احنا بنلعبها في رعاية الأسرة أو في اهتمامنا بالتفاصيل أو بحفاظنا على الموارد الأسرية وإدارتها واستثمارها الفلوس، يعني يبقى لازم الستات تبقى طرف في رسم المستقبل. فاكرين زمان لما كنا بنروح السوق ومعانا شنطة قماش نلم فيها الحاجات اللي احنا عايزين نشتريها؟ دلوقتي السوبر ماركتات الكبيرة بقت تعمل الشنطة دي وممكن تاخدوها هدية أو تشتروها المرة واحدة. عارفين تصرف صغير جداً زي ده ممكن يفرق قد إيه في استهلاك الشنط البلاستيك؟ البلاستيك ده من أخطر الاختراعات اللي حصلت على وجه الكرة الأرضية، وجزء كبير جداً من حل المشكلة إننا نبدأ نتخلص من الاستخدام المفرط للبلاستيك. فآدي أول حل صغير كده من هنا ورايح، شنطة قماش أو شنطة واحدة ناخدها معانا، بدل ما كل ما نروح نشتري حاجة نلم كده 7-8-10 شنط وفي الآخر بنلمهم ونحطهم في الزبالة فيترموا في الشارع، يلوثوا التربة، يترموا في المية، يلوثوا المية والمحيطات والأنهار ويموتوا الكائنات الحية. يعني في دورة حياة كده محتاجين إحنا كمان نقف ونقول لأ، هنعيد استخدامنا الشخصي، لكن كمان لكل المسؤولين لأ مش هتاخدوا قرار في موضوع المستقبل والبيئة والمناخ من غير ما يكون نص اللي بياخد القرار ده ستات.